السلام عليكم. لعل الأزمة ديال البرتوش التي دفعت بالوزير المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالخروج إلى البرلمان و يعني تقديم ذلك الاستعراض واتخاذ قرار بمنع الفنادق من طلب يعني عقود الزواج لأي كوبل داخل أي فندق، هذا الشيء جاي نتيجة على أزمة البرتوش التي صارع النظام المغربي إلى حلها لأنها بدأت تصل إلى السلك الدبلوماسي. فهذه العبارة دي الأزمة البرتوش ليس أنا يعني من أتى بها، فأتت بها الصحافة الروسية الناطقة باللغة العربية. نعم يا سادة، تكلمت عن أزمة برتوش بهذه العبارة داخل المغرب، مما دفع وزير العدل المغربي إلى حل هذه المشكلة يعني بجرة قلم، ولا نقولوا بخطبة واحدة داخل البرلمان المغربي. هذه الأزمة وصلت إلى السلك الدبلوماسي، حيث أصبحنا نشاهد سياسيين مغاربة، وليست هذه المرة الأولى، يتسكعون في الشوارع ولهم علاقات يعني خارج إطار الزواج بالشوارع الأوروبية، كما شفنا ليلى بن علي وهي في أحضان الملياردير فوريست يعني بقبلة ساخنة، بالرغم من أنها نفت الموضوع. غير هو السيدة الوزيرة التي نفت هذا الموضوع ونفت أن الصورة تعود لها. غير بغيت نقول لها واحد الحاجة، يعني قبل ما تنفي لابد من شيء واحد، هو علاش الوزيرة بن علي نسيتي ما بدلتي صباطك؟ هو نفس الحذاء الذي ترتدينه في لقاء فوريست الذي كنت ترتدينه في أحد اللقاءات، علاش يعني كان تواجدك بباريس كيتصادف مع التواجد ديال فوريست في الأسبوع الماضي؟ يعني فواش هذه كلها صدف بالرغم من أن ما كاينش هناك واحد لقاء عمل بينك وبينه؟ فالكثير من المنابر الإعلامية والصحفيين بين قوسين كبيرة اللي خرجوا يدافعون بشكل غير مباشر عن الوزيرة، وقال لك فهي من حقها. وإن سبح الله، ما بين عشية وضحاها أصبح المغرب يعني دولة منفتحة تقبل بالعلاقات اللي هي خارج إطار الزواج. ما كنهضرش على الناس العاديين، بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للبرلمانيين وبالنسبة للوزراء. وهذه ليست هي القصة الأولى، شفنا الملك محمد السادس وهو يتسكع في شوارع باريس، شفنا أمينة ماء العينين اللي هي من حزب إسلامي وكانت ترتدي حجابا ولباسا شرعيا وكتهز البوق وتخرج وتناضل وتنكر المنكرة، يعني فتم التقاط لها صورة بشوارع باريس أمام المولان روج اللي هو اللي كنقولوا المولان روج، كنعرفوا شنو هي الخلفيات ديالو. فباش نعرفوا ان هذاك اللباس السياسي سواء كان اسلاميا او كان ليبراليا او كان يساريا، هي جميعها اقنعه والبسه يتم ارتداؤها من طرف السياسيين من اجل خدمه النظام، لان النظام هو بحاجه للاسلامي، بحاجه لليساري، بحاجه للعلماني، بحاجه لجميع التوجهات السياسيه والايديولوجيه، وهذو كلهم في خدمه القصر الملكي من اجل ارضاء جميع الشرائح والطبقات، يعني الناس كلهم. المشكله انهم كلا على حسب التوجه ديالو كيمشي الى الحزب او للجهه التي ترضي الايديولوجيه ديالو، ف يجرونك القطيع من طرف إيديولوجيات متعددة، لكن يركعونهم أمام باب القصر. فهاد الضجة ربما أريد لها أن تثير يعني الضجة أو تسريب هذه الصورة، لأن الوزيرة قالت لك أنها تهدد يعني الوزراء ديالنا والمؤسسات ديالنا، منين ما كيلقاوش واحد الرد اللي هو باين لما يقعون فيه يبدأون يعني في التهديد بالتوجه إلى القضاء بداعي تشهير، بالرغم من أن الذي يعني سرب هذه الصور والذي تكلم عن الموضوع هو الصحافة الأسترالية. فالصحافة الأسترالية نقولوا إذا كانت تريد أن تستهدف فستستهدف، نقولوا فوريست عنده أعداء ديالو، فلماذا ستضع اسم وزيرة مغربية من باب الاستهداف؟ لأن هذا الشيء ما جاي لا من الجزائر، ما جاي من بوليزاريو، ما جاي من خوانات الوطن كما تسمونهم، لكن جاي من أستراليا مباشرة. فهم كانوا يتتبعون الخطوات ديال فوريست الذي يعني كانت له علاقات عابرة متعددة، مما جعل
زوجته تفترق عنه بسبب العلاقات العابرة. يعني كنتكلموا على العلاقات العابرة المتعددة لهذا السيد، فالوزيرة أيضا هي عبارة عن علاقات عابرة، لكن هي لا يزعجها هذا الأمر. علاش؟ لأن يعني هناك العديد من الصفقات والاستثمارات يتم جلبها بهذه الطريقة، بدفع النساء وبدفع استعمال الوزراء حسب يعني الوضعية ديالهم. فهذه الوزيرة استعملت يعني في علاقات غير شرعية غرامية من أجل جلب الاستثمارات للشركة العامة للفوسفات، ومن أجل جلب الاستثمارات للشركة الملكية ناريفا. وهذه السيدة ما تحطت تما إلا وعارفين علاش، كما تم تورط أيضا أخنوش مع برلماني أوروبي الذي حدثه هو يعني من أجل تقديم الرشاوة من أجل الاتفاقية ديال التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وقام بفضحه. وأيضا تم تورط أخنوش مع زوجة سانشيز وتم تسجيل مكالمات، وهناك قضايا مرفوعة بالمملكة الإسبانية. فكل واحد يتم استعماله، يعني كنشوفوا هاد الناس الدبلوماسيين اللي عندهم مع الطهارة عندهم مع الطهارة، اللي عندهم مع المخدرات عندهم مع المخدرات، اللي عنده مع تصريف أموال المخدرات وغسلها يعني سواء في الرشاوة، اللي عنده مع تهريب الذهب راه عنده مع تهريب الذهب، اللي عنده مع بيع الأسلحة راه عنده مع بيع الأسلحة. شفنا في الأسبوع الماضي رشاد الأندلسي والقصة ديالو التي لم تنتهي ولا زال هاربا من العدالة وعليه مذكرة اعتقال. أما بالنسبة للفضائح الجنسية بالنسبة لهذا النظام وخدامه فهي يعني حدث ولا حرج. ونتذكر أيضا بالمناسبة الفضيحة ديال الدبلوماسيين المغاربة بكولومبيا الذين سقطوا في نفس الفخ وتم سرقة الهواتف والطابلات وملفات دبلوماسية منهم من طرف بائعاتها وخلوهم عريانين، يعني حتى الحوايج ديالهم تسرقوا لهم. هادو دبلوماسيين من السفارة المغربية لم يتم الإفصاح عن جميع الأسماء ديالهم، يعني اتصلوا بعاهرات عن طريق يعني أحد التطبيقات، داروا معهم في الهوتيل، داين التليفونات ديال الخدمة، داين لي طابليت ديال الخدمة، وداين لي مانيت ديال الخدمة. فسرقت منهم وثائق ومعطيات بالهواتف ومعطيات باللوحات الإلكترونية، وتسرقوا لهم حتى الحوايج ديالهم وبقاو عريانين. فتخيلوا معي هذا النهج الذي تنهجه الدولة المغربية وكيف تستعمل، ما كنقولوا منين كتهضروا على أن مخابرات تستعمل عاهرات كذا، كتجيك شي شوية غريبة ولكن تقدر تقبلها. لكن عندما تستعمل وزيرة من أجل جلب صفقات ومن أجل جلب استثمارات وتوقيع اتفاقيات وربط علاقات خارج إطار الزواج، وكتخرج كتبررها بالرغم من أنها يعني مشدودة الوجه ديالها ما باينش، ولكن قال للوزيرة راكي ما بدلتيش الصباط ديالك الذي يثبت أنك انت هي انت، ونفس الستيل فيستيمونتير وخا الوجه ما باين، ونفس الستيل ديال الشعر، ونفس لاطاي ما بينك وما بين فورست، ونفس توقيت يعني التواجد ديالك في الزمان والمكان مع فورست في مدينة باريس. فكيف تشرحين تواجدك معه في نفس التوقيت في مكان وزمان واحد بالرغم من كنت شي حاجة رسمية فيما بينكم، وهو نفس التوقيت الذي التقطت فيه الصورة من طرف الصحافة الأسترالية ولهلا يخطى لنا صحافة أجنبية. ميسى سلام الناجي تنشروا تدوينة غريبة عجيبة، تنشروا تدوينة غريبة عجيبة. فهذه التدوينة تحدثت فيها ميسى سلام الناجي على ياش، على تسلل طائرة إسرائيلية إلى الأجواء المغربية. فتخيل معي يعني هل يعقل هذا الكلام الذي تقوله. فقلت لك جات واحد طيارة إسرائيلية وتسللت إلى الأجواء المغربية ودخلت إلى مطار وزان، جايبة إسرائيليين باش يشاركوا في الهيلولة متحديين، قال لك القرار ديال جلالة الملك لمنع يعني الرحلات الجوية ما بين إسرائيل والمغرب. وحنا سبق وأن تحدثنا على دخول طائرات عسكرية إسرائيلية إلى المغرب. فهذه الطائرات العسكرية اللي تحدثنا عليها التي هي مخصصة لنقل الجنود ونقل العتاد هي نفسها اللي تحدثت عنها ميسى سلام الناجي. بغيت نعرف أنا ميسى، يا إما تستخفينا بالعقول يا إما أنت اللي عندك شي مشكل.
فمني كتقولي طائرة إسرائيلية عسكرية تتسلل إلى الأجواء المغربية، واش كتفكري في داكشي اللي كتقوليه؟ فتخيل معايا الرادارات شافوا الطائرة الإسرائيلية جاية، داروا ديك خلا وتدز دازت لهاد الجهة وما يهزوا راسهم، تسللات ما شفناهاش. واش ممكن في 2024 أن يتكلم شخص كيقول أنه يقود حزبا جديدا ديال مغاربة الغد مع المغاربة ويخاطبهم بهذا المستوى من الاستغباء، باش ما نستعملش كلمة واحدة أخرى؟ لا، الطائرة التي دخلت إلى إسرائيل راه غير متسللة، راه هما يتحدون صاحب الجلالة ويتحدون القرارات الملكية. لاش؟ لأن الأمر فيه حرج، ودابا كاين هناك محرقة برفح، فلا بد أن نحاول، يعني بما أن هناك أصوات خرجت وكتقول أن طائرات عسكرية تأتي إلى المغرب وما عرفناها شنو كتحمل وكتدي، واش عتاد عسكري، واش جنود مغاربة كيمشي وكيقاتلوا تما، لا قالت لك لا راه كاينة الهيلولة. هذه واحد الطريقة باش تقول لك راني أستنكر، وهي في نفس الوقت كتعطيك واحد الرواية أخرى. شنو هي هذه الرواية أخرى؟ راه الطائرة اللي تسللت ماشي يعني المغرب الذي هناك شراكات واتفاقيات عسكرية وهناك تواطؤ وهناك تفاهم ومحبة وتوادد ما بين النظام الملكي وما بين، فهاد الناس اللي نزلوا في هذا المطار ولا في هذا المدرج، يا إما نزلوا في المطار وطبعت لهم الديوانة، إذا أنت متسلل غادي نمنعكش. أنت منين دزتي، منين دخلتي، منين دخلتي أنت دخلتي صحة عليا، يعني مع العلم أن أي طائرة كتجي تدخل الأجواء جوية ديال شي دولة ما، فلا بد من التواصل مع من يدير المجال الجوي وكيعطوه الضوء الأخضر عاد كيدخل. لا هي تسللت، يا إما ما نزلوش في مطار كما قلتي، نزلوا في مدرج ودخلوا يعني بلا ما يتبعوا لهم باسبورات، بلا ما نعرفوهم دخلوا ولا خرجوا. وهنا نتحدث على أن إسرائيل والإسرائيليين والجنود والمدنيين الإسرائيليين أصبحوا فوق القانون المغربي وفوق حتى سلطات الملك وسلطات الجيش وسلطات الديوانة والبوليس وكل شيء. لا أحد يستطيع أن يكون فوقهم ولا أحد يستطيع أن يضبطهم من ناحية القانونية ويديروا ذاك الشيء اللي يبغوا. فهذا كلام كله ما منه حتى شي حاجة، لأن دخول الطائرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ما جاش غير مع الهيلولة هذه مدة. يعني الناس يعني عندما تكلمنا على أن هناك طائرات تنتقي تجي من إسرائيل، شنو كتهزو كتمشي الله أعلم، لا قال لك واش إسرائيل واقفة أنها تأخذ الأسلحة من المغرب. فليكن في علم من يتحدثون بهذه اللهجة أن فرنسا أرسلت أسلحة، إسبانيا كانت ترسل وتوقفت عن إرسال الأسلحة، أمريكا ترسل أسلحة، إيطاليا ترسل أسلحة، يعني ألمانيا ترسل أسلحة لمساعدة ودعم الإسرائيليين في هذه المحرقة التي يمارسونها على الغزاويين. فما الذي سيمنع كيانا مطبعا؟ اليوم المغاربة يطالبون بوقف الشراكات الأمنية، وقف الشراكات العسكرية، بإلغاء هذا التطبيع وقطع جميع العلاقات، مع إغلاق ذاك المكتب ديال التواصل اللي ما بغاو يعني حتى شي جهة سياسية مسؤولة، لا ملك لا وزارة خارجية، يعني يرفضون التعليق على هذه المواضيع ولا المطالب ديال المغاربة. تجي لالا ميسا سلام الناجي وتقول لك لا، راه الطائرة تسللت وهذا راه فيه تحدي صارخ لقرارات جلالة الملك. راه ما يمكنش تدخل شي طائرة إلى أجواء دولة ما إلى ما كانش هناك اتفاق وتنسيق وتفاهم، غير هو خصو الشعب يبقى في دار غفلون. وميسا سلام الناجي تعلم هذا الموضوع جيدا، بل هي خرجت كالمستنكرة ولكن من أجل التغطية على ما هو أدهى وأمر. شنو هو هذا اللي أدهى وأمر؟ وهو أن في ظرف هذا يعني التطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل، أنه تغطي على أن كان هناك تعاون عسكري وتحركات عسكرية ما بين المغرب وإسرائيل، فنغطي عليها بأن لا الهيلولة لا إسرائيليين دخلوا ونحن نستنكره. طائرات زعما لا نستنكر ما يقوم به الجيش المغربي وما يقوم به جلالة ملكك الذي يعني وقع على هذا الاتفاق
ديال الشراكات العسكرية التي تخول الإسرائيليين التزود بأسلحة من الجيش المغربي ونقلها إلى فلسطين. وقبل أن نختم هذه الحلقة، فلا بد من أن نذكر بالقضية ديال إدريس فرحان. يعني هناك واحد الحملة كانت واسعة وشاسعة من طرف النظام وجميع منابره الإعلامية الذين هللوا وصفقوا لاعتقال إدريس فرحان على أساس أنه إنجاز للأجهزة البوليسية المغربية وأنها واحد الأجهزة اليقظة وتمكنت من أن تتسبب في اعتقال إدريس فرحان من طرف السلطات الإيطالية عندما حركوا ملفه على مستوى الانتربول. لكن الصفعة، التصرفيقة، التقرنيعة التي أخذها الحموشي مرة أخرى، وهي ماشي الأولى ماشي الثانية ماشي الثالثة، هو أنه للمرة الثانية ترفض السلطات الإيطالية تسليم إدريس فرحان إلى السلطات المغربية، بالرغم من أن البوليس المغربي هو من حرك الملف. منفعك لا زهراش، لا تحفى، لا تحركتك على المستوى الأوروبي، لأنه تبين أن التحرك للخلفية ديال هذه القضية ولطلب التسليم هي خلفية سياسية محضة. فرفضت إيطاليا أن تورط نفسها مع السلطات المغربية وتعرض حياة إدريس فرحان للخطر وللاعتقال والتعذيب، وإلا كان داير شي حاجة سيتم محاسبته على المستوى الإيطالي. والأدهى والأمر لكي يبين الهزيمة وتعفير أنف المخزن في التراب هو أن إدريس فرحان لا يتوفر على الجنسية الإيطالية، بل لديه جنسية مغربية فقط. فباش يكون عندك واحد عنده جنسية مغربية وتطالب سلطات دولة أخرى بتسليمه وترفض، فهنا كيبين لك شنو هي السمعة ديال المخزن المغربي وشنو هي السمعة ديال البوليس المغربي الذي أصبح. وأنا كنت قلتها لكم، يعني باش ملي كتشوف واحد الجهاز مخابراتي على قدو ويحرك يعني بزاف ديال القضايا في اتجاهات متعددة، فهذا يخلط الأوراق باش أنت تدعيه بالتشهير وتدعيه بأنه يعني يحرك، يعني يحاول أن يدخل مغاربة والتجار بالبشر مغاربة بطريقة غير قانونية إلى التراب الإيطالي، وكتدعيه بالابتزاز يعني على مستويات مختلفة من طرف أشخاص عدة، فهذا كيبين أنك تستهدفه. الهدف ماشي هو ديك القضية ديال التجار بالبشر، والهدف ماشي هو القضية ديال الابتزاز، لنرى ديك القضية ديال الابتزاز واش ثابتة ولا غير ثابتة، بل الهدف هو الإطاحة به بأي شكل كان. يعني على الأقل من تكون يعني شد واحد ملف واحد ويكون تقيل وخدم عليه ويكون مزيان، حسب أنك تخدم على عشرة ديال الملفات وتقول زعما أي وحدة فيهم حكمات هي هذيك، فهذا كيبين غباء الأجهزة المخابراتية المغربية التي تأخذ الصفعة تلو الأخرى، التقرنيعة تلو الأخرى، التقرفيدة تلو الأخرى، والتمرميقة تلو الأخرى. وليس هذا أول شخص الذي يتم رفض تسليمه مؤخرا. جميع طلبات تسليم ديال المغاربة أو النشطاء على مواقع التواصل تقابل بالرفض. هذا كيدل على أن يعني ولات التيكيت ملصقة للمخزن على أنهم يتابعون النشطاء على مواقع التواصل على خلفيات سياسية وعلى ود الآراء ديالهم، ماشي على ود جرائم يرتكبونها. فمهما شهروا بالناس ومهما كتبوا عليهم ومهما لفقوا لهم الأباطيل، فكتبقى الحقيقة ثابتة عندما يصطدمون بالقضاء المستقل في دول أخرى، فكتبان وكتعرى الحقيقة ديال هذا النظام. بغيت نقول تطلع تفاش خبارك.